واحد بيسأل وبيقول في الرسالة إلى العبرانيين، بيقول لا يكن أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته، فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموها. والسؤال بيقول هل ممكن أن الإنسان لا يجد التوبة مهما طلبها بدموع؟ هل معنى هذا أن عيسو هلك؟ لا طبعا، مع كل توبة توجد مغفرة ويوجد خلاص، مع كل توبة توجد مغفرة ويوجد خلاص. وربنا بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. والابن الضال لما تاب قبل. ونحن نعرف في حياة القديسين أن توجد مجموعة من القديسين بنسميهم قديسي التوبة، عملوا حاجات كتيرة جدا وتابوا، مش تابوا وصاروا مقبولين فقط، صاروا قديسين، مثل القديس أغسطينوس، القديس موسى الأسود، القديسة مريم القبطية إلى آخره. أما إيه حكاية عيسو؟ ويعني إيه عيسو طلب التوبة بدموع ولم تعطى له؟ يعني إيه الحكاية دي؟ الخطية بتاعت عيسو اللي اتكلم عليها الرسول في الرسالة العبرانيين، إنه باع البكورية بأكلة عدس، هي دي الخطية اللي طلب التوبة عنها بدموع ولم يجد لها مكانة. طب إيه المهم في البكورية؟ الابن البكر كان أولا بيبقى كاهن الأسرة في ذلك الحين، زمن أيام البطاركة الأول، بطاركة يعني رؤساء الآباء، أيام البطاركة الأول، أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقبل كده نوح وإخنوخ وأيوب والحاجات دي كلهم، كان الابن البكر هو بيبقى كاهن الأسرة. فلما باع البكورية باع الكهنوت وباع الأبوة، وطبعا كان البكر له نصيب اتنين سبن من الحاجات دي. لكن المهم والأخطر من هذا كله، الأخطر من هذا كله، إن البكر من أولاد إبراهيم وإسحاق كان هيجي من نسله المسيح. الوعد اللي قاله ربنا لأبونا إبراهيم، بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، يعني هيجي من نسلك المسيح اللي به تتبارك كل قبائل الأرض. فأصبح البكر هو اللي هيجي منه المسيح، وفعلا جه المسيح من نسل يعقوب. فلما طلب التوبة، ما هو مش ممكن، لا المسيح لا يجي من عيسو لا يجي من يعقوب، مش ممكن هيجي من الاثنين، مستحيل، ما فيش امرأتك هتجيب ولد من اثنين، مش ممكن، فلازم واحد معين هيجي من نسله المسيح. فلما رفض البكورية وباع البكورية بأكلة عدس، فقد هذه البركة إن من نسله يأتي المسيح. بعد كده صرخ وقال وطلب بدموع وبكى وقال يا أبي ألك بركة واحدة فقط؟ مش فايدة يا حبيبي، الغلطة اللي انت غلطتها في بيع البكورية مهما بكيت عليها بدموع مفيش فايدة، المسيح هيجي من نسل يعقوب. ادي الموضوع ده، لكن اي خطية اخرى ممكن انها تغفر. هو طبعا عيسو عمل كده لانه كان زاني ومستبيح وكان ماشي غلط، لكن مش حكاية الزنا والاستباحة هي التي لم تغفر، ما القديس أغسطينوس كان زاني ومستبيح وغفرت له، والقديسة مريم القبطية كانت زانية ومستبيحة وغفرت له، لكن مشيوا في هذا الجو خلاه يستهين بالبكورية أيضا، والبكورية وبحها هي الغلطة اللي بكى عليها بدموع ولم تغفر له.